هاي فراولاتي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن نصائح، خدع، حيل تجميليه لما تشوفوهم راح يصير شكلكم زي كده. كيف حابين تعرفوا كيف؟ يلا نشوف الفيديو. يلا يلا يلا. اوبس، اول نصيحه هي عن الشعر وخاصه الغره. عندي لكم فكره ولا اروع، خليكم معي. اول شي راح ترجعوا الغره للجانب الاخر او الجانب المعاكس، راح ترشوه بشويه دراي شامبو عشان يعطيكم فوليوم اكثر، وبعدين راح تسشوروه بالطريقه العاديه بهذا الشكل. لما تحصلوا على هذا الشكل راح ترجعوا الشعر للجانب الاخر، وشوفوا قديش صار شكله كتير حلو ومرتب، وكمان اعطاني فوليوم اكثر. بليز اذا جربتوها خلولي كومنت تحت. بتجيني كتير أسئلة عن كيف بضبط الأيلاينر. الحل هو قطن للأذان، برش عليه شوية مزيل للمكياج، وبعدين بنظف الأيلاينر وأضبطه، وصدقوني يعني بيرجع شكله كتير نظيف وأحلى بكتير. كمان ممكن ترجعوا تنظفوه بالبودرة عشان يطلع مرتب وشكله حلو، وكمان بقطن الأذان اللي عجبكم واللي متوفر عندكم، فبيطلع الشكل كتير حلو ومرتب. هالنصيحة أنا شخصياً بتبعها، وخاصة إذا في برودكت جديد وحابة أجربه، يعني حابة أعرف الكواليتي إذا هي حلوة ولا مو حلوة. فشنو بسوي؟ بروح وبسأل عني الترافل سايز. في كل محلات دائماً بتلاقي قسم خاص بالسفر، منتجات للسفر، بتلاقي كمية البرودكت اللي فيها 50 مليلتر أو أقل أحياناً. فالأفضل إنه أخذ البرودكت من الحجم الصغير وبعدين أجربه، فإذا عجبني أروح وأشتري الحجم الأكبر، إذا ما عجبني خلاص ما رح أشتريه، وهيك بوفر فلوسي وكمان بعرف اذا البرودكت حلو ولا لا. هاي النصيحه هي كمان عن الشعر وعن الغره بس بستايل اخر. باخذ هذا الجزء من شعري زي ما انتم شايفين وبستشوره بهالطريقه تحت مرتين او ثلاثه، وبعدين اطلعه فوق مرتين او ثلاثه عشان يعطيني هالشكل. ما بعرف كيف اشرحه، المهم انتم شايفين. فكتير حبيت وانا شخصيا بسوي هاي الحركه، فإذا عجبتكم الحركة اكتبوا لي كومنت تحت. كلنا احنا البنات بنعاني من هاي المشكلة، الخاتم لما يكون حجمه كبير. شنو هو الحل؟ اكيد في دايما حل. الشريط اللاصق، خذوا قطعة من الشريط اللاصق ولفوها على الخاتم عدة مرات حتى تحصلون على حجم اصبعكم. طبعا هالحل هو يعني مؤقت فقط، ممكن اذا كنت رايحه لعرس فالخاتم طلع اكبر وما عندك حل، فممكن تستخدمي هاي الخدعه. ترى هاي النصيحه كتير عمليه للمكياج، للاي شادو لما نحطه بفرشاه للمكياج فما بيبين كتير على الجفن. الحل هو انك تاخدي تحطي باصبعك، خاصة يعني الاي شادو اللي نحطه بالوسط العين، وبس تحطي بطريقة الطبطبة، وصدقيني اللون رح يبان اكتر من الفرشات. الرموش، وما ادراك ما الرموش، مشكلة حقيقية بحياتي. لما احط الرموش دايما بيحصل معي هالموقف. اللي حصل معي نفس الموقف لايك للفيديو. طبعا بتعصب شوي بس في حل. رح اخذ مقص ورح اقطع الرموش او الرمش على نصين زي ما انتم شايفين، وهيك بيسهل انه احط الرموش طريقة عادية جدا. وهذه اغلب الميك اب ارتست بيتبعوها، وخاصة المبتدئين طبعا. فبالنسبة لي انا مبتدئة فبسوي هاي الحركة، وصراحة كتير حبيتها. بقع الفونديشن على الملابس مشكلة عويصة بنعاني منها احنا البنات. الحل هو كريم للحلاقة، شوية ماية، رح تاخدي المكان او التيشيرت اللي فيه بقعة الفونديشن، رح تحطي عليه كريم للحلاقة، وبعدين رح تفركيه بهالطريقة منيح، ورح تغسليه بالماية. ممكن كمان تضيفوا عليه مزيل للمكياج، وهيك بتنشال البقعة تماما. وهي الفكرة صراحة كتير حبيتها وبستخدمها أنا شخصيا. النصيحة الأخيرة ممكن تكونوا عارفينها، وهي عن الأحذية الجديدة.
عشان توسعوها أكثر وتصير مريحة أكثر، البسوا الشراب وسشوروها بهالطريقة والنتيجة بتكون ولا أروع. إذا جربتوها خلوا لي كومنت تحت. وخلصت نصائح تجميلية لهذا اليوم. إذا عندكم أي نصائح تانية أو أي أفكار تانية شاركوها معي بخانة التعليقات تحت. خليكم دايما إيجابيين، أحبكم كتير. باي.